اتفضل عرف نفسك. علي غنيم من اسكندريه. انا عايز اطلب من السيد السيد الطنطاوي ان هو يقدم ويخش في الافضل حبيب العدلي، ان هو مسؤول مسؤوليه تامه في احداث الجمل، في موقعه الجمل، ان هو كان مسؤول عن الامن يوم 28 ونزل يوم 28 عشان يساند الشرطه، ما لقاش الشرطه في الشارع فبقى هو اللي مسؤول عن الامن، فموقعه الجمل اللي حصلت هو مسؤول عنها سواء بالتواطؤ او بالتباطؤ او بالاهمال او باي شيء من الاشياء. انا مش عارف ليه واحد لغايه دلوقتي في مكانه وقاعد بيحكم، هو فشل سياسيا وفشل امنيا. الاسرائيليين المصريين الاسرائيليين قتلوهم دول، وهو المجلس هو القائد الاعلى للمجلس للقوات المسلحه، وهو المسؤول عن الجيش، وهو المسؤول عن حمايه الحدود، ما عرفش يحميها، وهو المسؤول عن البلد، سلم البلد سلمها لهم وبرضه ما عرفش يحمي البلد ولا عرف يحمي الثوار. انا مش عارف ليه هو لغايه دلوقتي قاعد في مكانه ومستني، ومستني ايه؟ مستني ايه؟ مش عارف. المفروض يقدم استقالته، ومفروض ان هو يروح للنائب العام بنفسه ويطلب في احداث الجمل، في موقعه الجمل، لان هو كان مسؤول مسؤوليه تامه عنها ولازم يتحاكم. وانا عارف ان هو عمره ما هيقدم استقالته لان هو خايف من ده. شكرا ليك.